الهضره يمكن اللي ردات عليها انا ما معنيت بها حتى واحد انا هضرت على كنت هضرت على واحد واحد الحاجه كانت وصلاتنا وعمر كان كان قالها في ال... في احد المنابر الاعلاميه أه... ما قلناش الاسم ما قلناش شكون أه الناس شنو اللي شنو اللي زاد مازال تار الجدل اللي هو الناس بالحساباتهم الوهميه كيكتبوا نتوما كتعنيو نتوما كتعنيو وأنتم كتعنيو يعني حنا ما قلناش الاسم ويعني حتى تسمعونا باللي حنا قلنا اه دنيا ولا ولا غيرها هما اللي علمنا كنهضروا عادي يمكن لكم تهضروا اما انتوما ما سامعينش فما عندكمش الحق انكم تقولوا شي حاجه كيف ما غادي ترجعوا وكيف ما نتوما عارفين وشفتوا اللقاء اللي هضرت فيه هضرنا آه على موضوع السحر وقلنا آه بلي واحد وصل لنا الهضره وما ذكرتش ما ذكرت ولا اسم حتى واحد ولا وحده واذا كنتوا اذا كنتوا يعني الا كانوا الناس اللي يعني وصفوا اللي قالوا سيد ولا قالوا هذاك السيد ولا هذيك السيده اللي اللي معناتو على الهضره يعني هما اللي كيتحملوا المسؤوليه اما انا خاصكم تحملوا مسؤوليه اللي كيخرج من فمي تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب